تكبيرات الانتقال. وقد تقدم الكلام في تكبيرة الإحرام ووجوبها ولا خلاف في ذلك. تكبيرات الانتقال ومنها هذه التكبيرة قد اختلف العلماء في وجوبها، فذهب الجماهير إلى السنية وهو الصحيح، وذهب الحنابلة إلى الوجوب اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصواب السنية أولا أن ذات فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه الاستحباب إلا لقرينة، ومن هذه القرائن المداومة، وفي إثباتها هنا نظر. الأمر الثاني أنه ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم كانوا لا يتمون التكبيرة في الصلاة، وهذا مروي عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس، وقبل ذلك عن عمر بن الخطاب بأسانيد صحيحة الشمس. وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن قيل بالوجوب هنا فلهذه نظائر لا يقولون بوجوبها ويلزم الاضطراد. قد روى الإمام مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه صلى فكبر في كل خفض ورفع. قال أبو سلمة: سألت أبا هريرة عن ذلك فقال: هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال أبو سلمة لأبي هريرة عن هذه التكبيرات أي أنه لم يكونوا معتدين لها، لم يكونوا معتدين لها، والترخيص بتركها. وثبت هذا عن عبد الله بن عباس في المسند والصحيح من حديث عكرمة قال: صلى بنا رجل أربعا فكبر 22 تكبيرة. فقلت لعبد الله بن عباس في ذلك، فقال: هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسؤال عكرمة، عكرمة لم يكن يصلي ولم يحشد جماعة من الصحابة، فلماذا يسأل ويعد هذه التكبيرة اللي صلى فيها؟ مما يدل على أنهم لم يكونوا يداومون على ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد رواية أخرى إلى أنها واجبة في الفرض مستحبة في النفل، والصواب أنها مستحبة في الفرض والنفل إلا في حالة واحدة، في حالة الإمام إذا كان المأموم لا يعلم انتقاله إلا بالتكبير فما يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويقال بوجوب التكبير في مثل هذه الحال. أما الإمام إذا صلى معه واحد أو اثنين فالسنة أن يرفع صوته لأنهم يحسون به في حال صلاته. وعلى هذا سائر التكبيرات مما يلي تكبيرة الركوع.